السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. النهاردة هنتكلم عن شبهة من الشبهات اللي بيتكلم عنها زكريا بطرس، واللي للأسف كتير من النصارى بيرددوها وراه رغم ان تدليسه اتكشف قبل كده، ومع ذلك لسه زكريا بطرس متأكد ان اللي بيسمعوه مش بيفهمه وبيكرروا كلامه ويقول وراء مين لمجرد انه لابس لبس الكهنوت، وده للأسف بسبب التربية اللي تعلموا منها إن الكاهن هو وكيل الله على الأرض وما يتسئلش أو يتناقش. في الفيديو ده هنكشف مع بعض الشبهة دي ونوضح ليكم الحقيقة بالدليل والمنطق. بيقولوا إن أصل الشبهة دي بيرجع لعلاقة بعض الشعوب القديمة بعبادة الكواكب والأجرام السماوية زي القمر. معظم المناصرين بيزعموا ان الاسلام اقتبس من العبادات الوثنية اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية، خصوصا ان في قبائل قبل الاسلام كانت بتعظم الشمس والقمر. اللي بيرددوا الشبهة دي بيعتمدوا على وجود الهلال كرمز مرتبط بالمسلمين، وبيعتقدوا انه بيدل على عبادة القمر. رست يتكلم عن طائفة اللي هي الجندرهكنية، هذه الطائفة كانت تصوم للقمر وتطلع على السطوح وبتراقب الهلال، وعندما يرون الهلال ينزلون من السطوح وبعملوا حفلات ورقص إلى آخره. شو اسمها ثاني حتى للمشاهدين فقط؟ الجندرهكنية. الدراسة الأثرية لمنطقة الجزيرة العربية وجدت أن الإله الأكبر الذي كانت عبادته سائدة في كل جزيرة عربية كان اسمه إله القمر الله، وسبب الأدلة القاطعة أن عبادة الإله القمر كانت منتشرة في زمان نبي الإسلام محمد. الناس يعبدوا القمر في ذاك الوقت، وكان له تمثال في الكعبة صنم. القمص زكريا بطرس بيحاول إقناع مشاهديه بأن الله هو القمر، وإن القمر كان ليه صنم بالكعبة، وبالتالي المسلمين بيعبدوا القمر من غير ما يحسوا، وده استخفاف بعقول النصارى اللي مش بيحاولوا يبحثوا ويدوروا ورا كهنتهم. فيا ترى إيه شكل صنم القمر؟ وإذا كان الله هو القمر فليه يا زكريا بتستخدموا كلمة الله في كتابكم؟ والرد على الشبهة دي هيكون من خلال عدة نقاط. 1- التوحيد في الإسلام. التوحيد هو أساس الدين الإسلامي وجوهر العقيدة التي يقوم عليها. الإسلام يعلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الوحيد لهذا الكون، وهو المستحق الوحيد للعبادة. لا يوجد في الإسلام أي مجال لمشاركة أي كائن آخر في هذه العبادة، سواء كان إنسانا أو جمادا أو أي مخلوق من مخلوقات الله. منذ بداية رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان التركيز الأساسي على تحرير البشر من عبادة الأصنام والأجرام السماوية التي كانت تعبد في الجاهلية. الله سبحانه وتعالى بين بوضوح في القرآن الكريم إن كل ما في الكون من مخلوقات سواء كانت الشمس أو القمر أو النجوم ليست إلا آيات تدل على قدرته، وهي مخلوقات تخضع له وليست مستحقة للعبادة. الآية الكريمة في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد تأتي لتؤكد هذه العقيدة. الله هو الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا يحتاج إلى أي شيء من مخلوقاته. كونه الصمد يعني أنه هو المقصود في الحاجات الذي يلجأ إليه الخلق جميعا، وهو فوق كل شيء. هذه العقيدة التوحيدية تنفي تماما أي فكرة أو أي مفهوم عن عبادة القمر أو أي شيء آخر. عبادة الله في الإسلام لا ترتبط بأي رموز مادية، ولا تعتمد على الشمس أو القمر أو النجوم كما كانت العبادات الوثنية القديمة، بل على العكس، الإسلام جاء ليحرر الإنسان من هذه المعتقدات ويعيد توجيه قلبه نحو عبادة الخالق الحق. 2- الهلال رمز وليس عقيدة. الهلال الذي نراه على الأعلام الإسلامية أو فوق المآذن هو مجرد رمز ثقافي وتاريخي، ولا يمت بأي صلة إلى العقيدة أو العبادة في الإسلام. كثيرون يظنون خطأ أن الهلال يحمل دلالة دينية أو يرتبط بعبادة القمر، لكن الحقيقة مغايرة تماما لذلك. إذا نظرنا إلى التاريخ
سنجد أن استخدام الهلال كشعار ارتبط أساساً بالإمبراطورية العثمانية التي كانت واحدة من أعظم الإمبراطوريات الإسلامية. العثمانيون تبنوا الهلال كشعار للإمبراطورية لأسباب ثقافية وتاريخية وليس لأسباب دينية، مثلما كانت العديد من الحضارات القديمة تستخدم رموزاً لتمييز نفسها. اعتمد العثمانيون الهلال كرمز حضاري يعكس هويتهم. بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية استمر الهلال في الظهور على الأعلام وفي العمارة الإسلامية، مما جعله مرتبطا بالعديد من الدول الإسلامية الحديثة، ومع ذلك يظل الهلال مجرد جزء من التراث والتاريخ الإسلامي ولا يحمل أي دلالة عقائدية. وبالتالي الهلال الذي نراه اليوم على الأعلام أو المآذن هو مجرد رمز تاريخي ثقافي وليمثل أي جزء من العبادة أو العقيدة في الإسلام. 3. الآيات القرآنية حول الأجرام السماوية. في الإسلام عقيدة التوحيد هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الدين، وهي تعلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الوحيد والمستحق الوحيد للعبادة، والشمس والقمر مثل غيرهما من مخلوقات الله، هي آيات تدل على عظمته وقدرته في تنظيم الكون. لكن الإسلام يرفض بشكل قاطع عبادة أي مخلوق من مخلوقات الله بما في ذلك الأجرام السماوية. يقول الله تعالى في سورة الأنبياء: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل من الليل والنهار والشمس والقمر، وأنها تسير وفق نظام دقيق في أفلاكها، بما يدل على قدرة الله وحكمته في تدبير شؤون الكون. القرآن الكريم يبرز هذه الفكرة بوضوح في آيات متعددة. ففي سورة فصلت الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. جاء الإسلام ليرفض أي فكرة قديمة كانت سائدة في الثقافات الوثنية التي تعظم الشمس والقمر كآلهة. الإسلام جاء ليحرر الناس من هذه المعتقدات ويعيد توجيه قلوبهم نحو الخالق الحق الذي لا شريك له. الأجرام السماوية في الإسلام ليست أكثر من دلائل على عظمة الله، وهي مسخرة لخدمة الإنسان وليس لعبادتها. جاء في سورة الأنعام: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأن الشمس والقمر أدوات لتنظيم حياة الإنسان، وإنهما جزء من نظام الله المحكم في هذا الكون. الإسلام لا ينظر إلى هذه الأجرام على إنها تحمل أي دلالة دينية للعبادة، بل هي مظاهر لقوة الله وحكمته. إلى جانب ذلك، القرآن يؤكد في مواضع أخرى أن النجوم والشمس والقمر هي مخلوقات مسخرة بأمر الله لتسهيل حياة البشر. في سورة النحل يقول الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مما يعني أن هذه الأجرام السماوية ليست إلا أدوات واهبات من الله لخدمة البشر، وهي ليست بأي حال من الأحوال كائنات تستحق العبادة. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أنه لو سئل مشرك قريش عن خالق السماوات والأرض والشمس والقمر لكانوا يقرون بأن الله هو الخالق. هذا وارد في عدة آيات من القرآن، ومنها قول الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: ولئن سألتهم
من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الإسلام يؤكد أن كل ما في الكون هو خاضع لأمر الله، وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. الآيات التي تحذر من السجود للشمس أو القمر تبرز أن هذه الأجرام هي مجرد مخلوقات في نظام الله الكوني. وكلما تأملنا في هذه المخلوقات ازدادت قناعتنا بعظمة الخالق. 4. الرد التاريخي. قبل ظهور الإسلام كانت شبه الجزيرة العربية مسرحا لممارسات وثنية متعددة، حيث كانت العديد من القبائل تعبد الكواكب والأجرام السماوية ومن بينها القمر. كانت هذه العبادات تمثل جزءا من التراث الثقافي والديني لتلك القبائل، وقد ارتبطت بمجموعة من المعتقدات والتقاليد التي لم يكن لها أساس ديني صحيح. ومع مجيء الإسلام بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الجزيرة العربية. الإسلام جاء برسالة واضحة تهدف إلى توحيد الله وإبعاد الناس عن كل أنواع الشرك والوثنية. لقد عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ كل ما يتعلق بالعبادات الوثنية. تمكنت دعوة الإسلام من تحقيق تأثير عميق في المجتمع. إشادة القبائل التي كانت تعبد القمر والشمس تحولا جذريا. هذه القبائل تخلت عن ممارساتها القديمة وعادت لتعتنق التوحيد الخالص حيث عظم الله وحده. في هذا السياق، الهلال الذي يستخدم اليوم كرمز في بعض أعلام الدول الإسلامية أو المآذن لا يعكس أي شكل من أشكال عبادة القمر، بل هو رمز ثقافي وتاريخي يرتبط بالحضارة الإسلامية. لقد أصبح رمز الهلال رمزا لهوية إسلامية يستخدم للإشارة إلى بداية شهر جديد في التقويم الإسلامي دون أي دلالة على عبادة القمر. القمر له دلالات علمية وتنظيمية في الإسلام. تعتمد التقاويم الإسلامية على حركة القمر لتحديد بداية الأشهر الهجرية ومنها شهر رمضان والحج. هذا الاستخدام للقمر لا يعبر عن عبادة بل عن وسيلة لتنظيم الوقت والعبادات. وبهذا يمكن القول إن الإسلام لم يعظم الهلال أو القمر، بل أرسى مفهوما جديدا للعبادة قائما على توحيد الله والابتعاد عن كل ما يربط البشر بممارسات وثنية قديمة. التوجيهات القرآنية والسنة النبوية رسخت هذا المفهوم وأسست لعقيدة قوية تبعد المؤمنين عن الشرك وتعلي من قيمة التوحيد. وبعد كشف خداع وتدليس زكريا بطرس لمتابعيه من النصارى، يحق لينا أننا نسأله السؤال التالي: هل صفات ربك الموجودة في كتابك المدعو المقدس تليق بعظمة إله الكون حتى وإن كانت على سبيل المجاز أو الرمز؟ ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم، وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل، ولكن لم يطرد سكان الوادي لأن لهم مركبات حديد. فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر. إن في يد الرب كأسا وخمرها مختمرة ملآن شرابا ممزوجا، وهو يسكب منها لكن عكرها يمصه يشربه كل أشرار الأرض. لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. أجل ذلك أنوح وأولول أمشي حافيا وعريانا أصنع نحيبا كبنات آوى ونوحا كرعال النعام. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله. أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأن رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون.
يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي. للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا، لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يديك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ربنا سبحانه وتعالى أعلى وأسمى من كل وصف بشري أو فكرة غير صحيحة. إحنا كمسلمين موحدين برب واحد لا شريك له، وده اللي بيخلينا نعيش في سلام وثقة. شكرا لحضراتكم على المتابعة، وأتمنى تكونوا استفدتوا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.